لا يتوقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي يتركز على استهداف التجمعات السكنية والبنايات والأبراج وحتى المنازل على رؤوس ساكنيها. أعداد الشهداء والجرحى في تزايد مستمر مع اشتداد القصف الذي يتركز في استهدافه للمدنيين. الساعة 6 الصبح كله نايم، كله نايم، واللي نسي سيارته هنا واللي راحت تحت البرج، وضع كان سيء. المنطقة هذه منطقة على فكرة مدنية، لا يوجد فيها لا وزارة ولا يوجد فيها مكان عسكري ولا يوجد فيها مصلحة أو وزارية ولا إشي يتبع الحكومة، كلها منطقة آمنة وأطفال وكلها ناس. وضع مش طبيعي، ما توقعنا هيك قصف عمرنا في حياتنا ما شفناه. صغار وحريم كله بيصرخ وكله بيطلع وكله يعني مناظر بتخيلهاش عقل. الفصائل الفلسطينية تواصل إطلاقها للصواريخ تجاه البلدات المحاذية للقطاع، وكذلك لمدن إسرائيلية أبعد كتل أبيب، في وقت مقاتليها بالميدان في مواجهة مع جيش الاحتلال داخل مستوطنات غلاف غزة. الاحتلال فشلا كبيرا في السيطرة على المقاومة في عمق أراضينا المحتلة. اليوم يلجأ لضرب الجبهة الداخلية من خلال قصف الأبراج وقصف البيوت السكنية. نحذر الاحتلال الصهيوني من مغبة استمرار هذه الجرائم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني باستهداف الأبراج والمنازل المدنية، ونقول إن القادمة أصعب على الاحتلال. العدوان الإسرائيلي على القطاع لا يندرج إلا في سياق الجرائم التي لا تتوقف ضد الشعب الفلسطيني، لكنه اليوم يتصاعد بصورة أوسع. هذا الدمار هو جزء من العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي يستخدم سياسته القديمة الجديدة في إرهاب وقتل المدنيين وهدم منازلهم. مازن عبد الكريم، تلفزيون سلطنة عمان، غزة، فلسطين.